اوغادي ذا ديتولين ثيغادي ذا ديتولين مرحبا يسون العسلامة لونا النوفا بوس ساكين نوفا ان العلم والحياة يعني ان مقل امش دي نوفا بوس ساكين ان مقل امش دي خلق ومذان يعني الانسان الخلق نس يرثم سنين ذي القرآن ساكين انظر امش الانسان نغوم ذان الذي ثابت قماس أمك إدي بذا دي ثابوت قماس أرمين ذا سمي إسيراد أدي فاغسي ثابوت قماس أينك نقل حان يعني تساشورني إقل ذي ثابوت قماس أمك إقل يتطور إلا كذنا قماثنا محمد هنا كذي ذا قذي الستيديو دي تزوران سينيغ مرحبا يسك العسلامة إنك محمد السلام عليكم السلام عليكم حميد الزلف الله العسلامة يوقع دي توالين رمضان سعيد كل عام أنتم بخير الله يسلمك محمد الله يبارك فيك محمد أتص بوال يعني يقزلن أتص بوال يدي توانان في العبد ما يلي دي ثابط قماس في العبد ما يلي يعني وقبل الدلال امشي قلا يلحو سي يعني سي 18 8 ما نبغى ميلا ولا كين ضغط الصح نغ سي الطور ار الطور بالله السمع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أين يعني الخلق بمدان أقمتنا حميد ولا قارنته بلي الله سبحانه وتعالى ذي كتاب ثيس يهضر ده في كلش يهضر ده في الخلق من السماوات والأراضين يهضر ده في الخلق الحيوانات يهضر ده في الخلق بمدان في كلش دي خلق الله سبحانه وتعالى ذي جنوان ذي القعاقيم فالله سبحانه وتعالى ذي القرآن يوعدنا غد بلي غد يوري لي سكريكي غد يوري الآيات هاكي أردي سفينن باللي تكتف ثاقي نس تكتف المعجزة إلى قيام الساعة حاشا ما توسد الساعة الله وعدد الند وقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها الله سبحانه وتعالى وعدد باللي أغدي وري الآيات نس ذي القرآن ذي السنة حاشا من ولا الأمر قدير سنة رسول صلى الله عليه وسلم باللي ذي الحق إنك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق يعني الله تعالى وعدت باللي غادي يوري الآية الخلطين المعجزة تاكين دوني تدي خلق غنوان ذي طيج ذي قور ذي ثران ذي العبد سوكي دي خلقوك اللي حاشا ما يبانا نغد باللي الوحي قد يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ذي الحق أتولي ذاكي شدد غير الحقائق يقلن ذي تكتب ثيس أران تغارتورا أران قار دي تكتب ثران توالي الدوني ثقيرا توالي يون الوقت دي الوقت نرسو صلى الله عليه وسلم مدي نزل الوحي كي وسندر غرس السقسين باش سنين يا هل طارا ما ثبوض المعجزات ما ثبوض الآيات مكي تدبوين الأنبياء قعدان مثل عيسى عليه السلام موسى عليه السلام ان ناس وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه ناند باللي اسك الرسول صلى الله عليه وسلم لحق نتيد لي ميراكلاكي من عند الله سبحانه وتعالى ربي يوجب دي القرآن وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه مثل تسقسنا كي ربي وجب دي الناس باللي الايات كي ارث تسقسم في الناس المعجزات غيرت تقسيم أتنتهي ذي تكتب ثينو أتنتهي ذي القرآن جي المعجزة المكان والزمان ومن بعد الله سبحانه وتعالى يوجف الرسول صلى الله عليه وسلم قل إنما الآيات عند الله إنما أنا نذير مبين أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لآيات مرد سقسي ذشوت الآية تاقي ذشوت الكتاب تاقي أكيني إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون نبأه بعدها تكتف تاقي الذكر يكون وي ولكن المعثومة تاقي قلنا الرذاقل أثنتي سنة كل ما الحزمان أرزدث أثنتي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
إن دي الحديث النس إنك ما من نبي إلا أعطي ما مثله من الآيات. كل نبي في كيس ربي المعجزات والآيات حسب القوم النس الناس. إنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي وأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم تخاتم الأنبياء والرسل الناس المعجزة قد في كذا الوحدة قد في كذا المعجزة دي سنة الوحدة قد في كذا الله سبحانه وتعالى يتمني باش يكون أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. نعم ذا الوحي قد دونك نكوني نبود الساقي في الخلق نبنادم ذي القرآن ذا السنة أمك الله سبحانه وتعالى إذا خرد من خلقك ذي الإنسان. لو كان نولي الآية اللي أعطي دورين ذاكي إنك ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سورة غير كل سيلي زيتاب يعني سورة ما تغلط الآية كي أكيني خلقنا الإنسان من سلالة من طين لوريجين اللي طوري ماكي اما كديف في يدي فاكسي السلاله نطينا كي ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين سلاله من طين الا ولا اتصل كومبوزون تاع اللي طوري ما لوريجين ينس القاعه كي اللي منيرو يقول لنا داخل لي كومبوزون تاع الطين ما هو هذوك لي كومبوزون تاع الانسان تنكومباريد ذا شوك تعالى العف ذا كيك تعالى تقدر نهضر في لوريجين ينس من بعد كيني ثم جعلناه نطفة في قرار مكين أمك العف ذاكي يغل تقو الدرث أرى يروحن أر الجهان دارت حمل ثمطوث لتوريساكي ومن بعد ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ومن بعد النطفة ني ثغل تشي اللي حتاكي تمشطوح ثم بعد نسفهموك ويكي ومن بعد العلقة سي العلقة المرحلة ثغل المضغة ومن بعد المضغة ثغر العظام دي غسان ومن بعد الغسان اللي ربي سبحانه وتعالى في كاس الدكسوم اللحم ني ومن بعد ثم انشاناه خلقا اخر. لي زيتاباكي اولا تلا مرحله النطفه يسقرنا حميد ومن بعد سي الايه قد جبد مرحله العلاقه مرحله المضغه ومرحله العظام ومرحله الكساء باللحم ومرحله النشأة. لان سي زيطاب غير اذا نجبد لي سي زيطاب ماشي نكون يدينا انا كاكي سقسان المسناون مقرنا لنا حميد سقسان دي مسناون اننا سن اثان نسعى دي القران خير الايات دي هضرنا في لا كلاسيفيكاسيون الخلق بنادم لي زيطاب دو كلاسيفيكاسيون سقسان الي وني مومي قارن كيث موراكيد العالم مقرن دي كندا لا سبيسياليتي نس لا بيولوجيك لومبريولوجيكي ام كي دي خلق بنادم الناس لو كان غدوري نخير لي فوتو حميد نعم من فضلكم الصوره رقم واحد روح عرزات الناس هادي كمل ماشي تاكي ومن بعد نوغل ارتاكي رقم اثنين ثلاثه ثلاثه من فضلك هنا حبس نعم لا 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 سي معليش هذا دي روح هذه تشغل ذاكي سوره ثاكي حميده توليض وكي سي تنطبلو مازال هذه كمل لا كلاسيفيكاسيون تفض نيميرو ان نيميرو دو ثاكي ثاكي وكي سي دي كلاسيفيكاسيون الناس هذه كمل الصوره الاخرى من فضلك توليض ذاكي سي لي طاب 60 61 العالم لنا شو دينا انك نكوني مد نخدم لا كلاسيفيكاسيون زعما الترتيب بنادم نرقميه رقم واحد نمرو اثنين نمرو ثلاثة أربعة خمسة ستة إن يكون بعد ثاقي تبدل نرد الألفابي اللاتيني أ بي سي ومع الناس قسوا أم قرانك مثلا حميد أسقسي أم قران يا هل ترى ما ديني رقم واحد نا رقم اثنين نا رقم ثلاثة نا أدينا ألف با يعني توري لا فورم من الخلقه كي ما كدينا واحد حميد وزمير ضري دفكض نيمبورت لو كيز مرادي ايماجيني ني سي هو شو راه دفكض الناس نخدم لا كلاسيفيكاسيون لا كلاسيفيكاسيون كي الخلق بنادم سلي نيميرو ناس الف با ا بي سي دي
الناس، ولكن الارقى اسمث لا كلاسيفيكاسيون كيد في كم ديال القران الى قتوالي يوث ثلاثة سنوات ذي جدا يروح يقاري كي سن ذا شوث النطفة ذا شوث العلاقة ذا شوث المضغة ذا شوث مرحلة العظام ذا شوث مرحلة اللحم ذا شوث النشأة ياكي ميك كفاوك الدراسة ينسي كفا القراية ابري تروازون يورد تكتفث الى تكتفث يسمى لاس ذا ديفلوبمنت هيومن ام كي دي خلق العبد يرني زيد كتاب ينس ويذ اسلاميك اديشنز يعني الاضافات الاسلاميه ديالنا. ولكن لو سكري ذاكي الناس مي ولا امزرونا التاريخ علم الخلق الانسان لومبريولوجيا كي ان ياس ولا غارا تكتب تدي هضرن في لا كلاسيفيكاسيون اكشف حن ذي المجال الناس اللي بتي تفرزنا اللي بتي موقيم كدفين العلاقة الناس ولاش مثلنا القرآن فنسمي قرنا إرناد الإضافة الإسلامية كيش كش مدوك الآيات وكذا الأحاديث أدنو غال لفوتو ثم زورتو كحميد صورة رقم واحد نفلك لو كان نرجع للصورة رقم واحد ندير للميكروسكوب واقي وكيك مثلا حميد سي لو 17 سيكل ليفن هوكاكي يون العالم يدي خلقا لو ميكروسكوب هاكي لو ميكروسكوب هاكي بدا نتوالي سي سازوارا وزميرنا راه لحقا ذوالي اللي دي طايل مليح مليحين يعني ماء المرأة نغ ماء الرجل لن تخممن باللي الانسان يتوخل قدر داخل الحيوان المنوي لبنادم ممكن أن نحل فوتو تايض صورة رقم ثانية نفلك تولد صورة كيك مثلا حميد داخل الديساتيام سيكلم كدينا بعد ما نيفن هوكي بدل الميكروسكوب كيس ما زوارو تخممن باللي بنادم يتواخل قدر داخل لو سبيرماتوزويد داخل الانسان باللي ثم طوط وتشارك راه ديال خلق الانسان العبد دي خلق دا مشطوح هكا غير داخل لو سبيرماتوزويد ومن بعد اذي مغور ولكن ذي القران الله سبحانه وتعالى قد يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان كرمكم عند الله سلكوا البرنسيب يا ايها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى لا بارتيسيباسيون بومدان رجاز نظام طوط بارتيسيبين ديسين ذي الخلق للإنسان ومن بعد ليو الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم عندك روح يونو يهود دير قريش الناس ثورد سقسي ذوالي غنفيا كين صح ما ذنفيا خاطر إلا ونو سقسي تسقسي نتحاشد الأنبياء سقسي ما يسعى العلم ما يرد وكيد النبي الناس يا رسول صلى الله عليه وسلم مما يسد الرؤوس الناس مما يخلق الانسان ام كي يخلق الانسان وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم يرس الناس يا يهودي من كل يخلق من نطفه الرجل ومن نطفه المراه الناس يا يهودي الانسان يتوخل قد سيس النطفه ناس قمنا قيت مطوط قمنا بوركاس دونك القران هضرد يا كاتور سيك ميديرس فالرسول صلى الله عليه وسلم باللي لا بارتيسيباسيون من الخلق اتيلي سي مطوط ذو ركاز الحادثة كي بين سبوان الرسول صلى الله عليه وسلم باللي الخلق هذه اللي سي مطوط ذو ركاز او 1775 زيون العالم قرناز سيلان زاني العالم ماكي يبدا دي الحادث بت الحقيقة كي باللي الإنسان يتواخل قد سكامان تمطوط ذو ركاز سي أمي 1875 زيون 1875 يون العالم قرن سيرتويغ يدي في جنن الصوره النطفه الصوره للمضغه ثورا نوح اللي فوتو ثويا ثياض حميد سعدي معليش ارنو نكست ذا كان نحبس ثورا نهضر داك مثلا حميد اللي طبلوني دنور باش نوري باللي ثلا اون كلاسيفيكاسيون الترتيب بين يعني نخلق الانسان لنخدمنت
نمبر نمبر وان خدم اثور الترتيب جديد سواء العالم ما كي رحنا لا كلاسيفيكاسيون للقران لا تستل زيطاب يا الناس اللي ثورد نفدوس لا كلاسيفيكاسيون القران القران يمسليد في النطفه هكا النطفه ياكي انك تعريف نزيد اللغه العربيه انك القليل من الماء وما يعدل قطره النطفه يعني شطح بمن ارساون ثقطر ثمن دونك ثاقي ليماج يا حميد اد تمسلي في نطفه الرجل ثق ديرتني كامل اند تصفد دي مليون تسكوغيناكي سي لي سبيرماتوزويد الحيوان المنوي دونك تقد نتمسلاي في نطفة الرجل. النطفة بورغاز عند لنا طاس لي مليون دونك تقدير تكاكي النحر تايضا دي تاسنا حميد الصورة الأخرى من فضلك ثم زوالو ثنا حميد نهضر في نطفة الرجل ثم تقدير بومان تقدس نطفة المرأة ولكن نطفة المرأة ياكي ورانتي تداكي دور ناس الحيوانات المنويه يعني لي سبيرماتوزويد ني يون سكشن اري سيليكسيوني اريكش من الداخل باش نروح اللوطري طاب هناك ديال القران ثم جعلنا نسله من سلاله من ماء ماهن نسل نسمارا دياس يون لو سبيرماتوزويد اريكش من هذا تسمى شغل يوثن السلاله نعم ذي العامه ومن بعد ندخل دي الترطيب بالني انداز ما ناكش من سين ولكن لو برانسيب سي دي مليون دي سبيرماتوزويد ديك لنا طاس الحيوانات المنويه اللي تقول دير ثني تسمى بورغاز ولكن كاين ثم جعلنا نسله من سلاله من ماء ماهن الماء الماهن لا سيليكسيون لبومان بورغاز دي وث كان ريكش من النوح الله الله فوتو تيضا حميد ذاكي اكدي وري نطفه المراه امكي تصفى نطفه المراه ياكي باش تتقابلن لي سبيرماتوزويد حاشا يون هذيك الشب ذاكي ثرد نبين احمد امكي دينا القران ثم خلقنا النطفه مالا تغلظ النطفه يا حميد امكي راه نفهم باللي ثلا نطفه الرجل ذ نطفه المراه كتشيني مالا تغلظ لي تراديكسيون ستروميث لانو قادي تضيدي ترجمنا كي النطفه كي حاشا سبيرماتوزويد نا ليكيد سبيرماتي زعما حاشا ان يعني انت مطوث خاطئ خاطئ ثورة النحر زاد نفدن اي غير نطفه يا كي ذكس نطفه الرجل من بورغاز هو من تمطوط النحر الله طرفوط حميد ثورة ثاكي سيتين غروند دي ايماج ايدي فقنن الايه ندنني ثم جعل نسله من سلاله من ثقيل سلاله ثقيل ليون سبورماتوزويد ثقيل ميكشم الداخل الخاليه اللي تمطو ثرا تسوفا ومن بعد سي ثاقي راه يفغ ومذان ثاقي مازالت دي مرحله النطفه نسفهم امك مصطلح النطفه كي وقف دلاره ممكن انا نروح لا فوتو تيضا حميد ذاكي قد نسفهم مليح مليح الامور مثلا حميد ذاكي سي لي تيروس عند راه تزرع النطفه يني ثورا ما راه تفذو حميد اتفذو الجهه اللي زوفير يعني المبيض بوسميث نطمطوث اراد يفرون النطفه ما راه تيديفرو ذاكي اتيلي ذي مرحله النطفه ثمطوس النطفه ينس ارقز ادي شي كاع النطفه ينس يوساون ادملين القرنص لا فاز دو فيرتيليزاسيون يعني نطفه الرجل اد الحق نطفه المراه اد الحق اتيلي ثمليلي دونك مصطلح النطفه كف دلاره ارغز ذا النطفه ثم طوث ذا النطفه ولكن نسقسي هاد نسقسي مرد مليل النطفه ذا النطفه ام كارس نسمي وزميد ادنو بالتعبير القراني وزميد ادنين نطفتين فهم لكن لقد خلقنا الانسان من نطفه امشاج ودينار نطفتين امشاج خطر التعبير القراني اكين الصفه اللي هي الامشاج تتبع الموصوف في الافراد والتثنيه والجمع من الناحيه التعبير ماذا يتقرض لقد خلقنا الانسان من نطفتين امشاج نطفه امشاج خطر لاكوت مرد ملي ليك لاكوت ادفك ان قوت سي بور سا التعبير القراني جات نطفه
دونك اش رانا نفهم باللي مصطلح النطفه سملي دي فدور ورقص النطفه دي روح تمطوس النطفه ادفى نطفه المراه داس نطفه الرجل اد مليلين المصطلح هكذا يقيم ست ايام وكتف دي لا راح الشا ما يكشمر مرحله الرحم ادي الحقر مرحله الرحم سي جور لو سيزيام جور سي المرحله الانغراس ام كي تدي فدور القران دونك ذاك مرحلة نطفة الأمشجة حميد دي هضر الله سبحانه وتعالى إلا قال فهم سي نطفة جيب اللي نطفة برغاز نطفة المرأة ومن بعد تسود ست أيام دونك العالم ما جاش سنين الناس المصطلح حاجي من النطفة ذا المصطلح يجمع نطفة المرأة يجمع نطفة الرجل ويجمع نطفة الأمشج وقفد لا رحم ما يلحق مرحلة الإنغراس أردت تكفوا مرحلة النطفة ستيام أكين نساؤكم حرث لكم شغل ذي الحرث فأتوا حرث فأتوا حرثكم حيث شئت نعم دونك ذاكي اتسن امبلونتيشن اسقارن اوتوماتيك موماثي لي لا فيرتيليزاسيون اللي قاح غير نطفه الماء ضرشون لا نطس الحوايج راه يفدل ولكن حرك راه تحرك النطفه ني باش تسلحوا الرحم ما تنغارس وتتفدي لها المصطلحين اتسوالات ستين قوت راه تحرك انك قوت تفدالا دونك نلحق مرحله الانغراس كي ذا شو راه يضرون النحاله لي زوطري ما جاك مثلا حميد الصورة التالية نعم ذاكي أكدي وري باللي الخلية اني يقول لنا ذي السبرماتوزويز الخلية يقول لنا ارتمطوث أم كارا تنقسم تنقسم كارا تبدل باش دوا كارا تولي الخلايا كي أري لسقن دي جي دار الرحيم لو ميري تيراني رداخلنا الولادة تمطوط أدي لصق مليح أتفدو من الزريعة على ثرض كوكال حميد أتكشمر وكال ومن بعد تعاود تفاتورا زوينو من سما العلاقة ماشي العلاقة العلاقة مازال ثقي مرحلة الغرس أمك النطفة نتهكي مانيك باش شغل الزريعة أتكشم ذي الججار تمطوط خاطر الزريعة نيدكس الزريعة بورغاز الزريعة تمطوط نعم أفد لا كيرات تواليض c'est une formation c'est une division cellulaire كل حاجه ولكن مرات سواليد c'est une goutte qui se déplace كي داخل لا ترومب داخل واش هو قنين الرحم قرنص لي ترومب دو فالوب هذاك من حاشا ما روح للرحم النحر صوره ثاني ضحى حميد ثورة ذاكي ميغن ولا لا كولور برو لا كولور روج ني والناس يجي دار الرحم سما الولادة تمطوطينا ديك سي دامان ديك سي تا ميليو بيان بريباري اي ربيه قالت سبحانه وتعالى ديك لي نيتريمون ديك تو لي فيسو لوكسيجيناسيون الماكلة بومدانا كي راه توار بانر داخل ام خيرا تزرع تزرع ثاكي من بعد تصفى دونك لو بلو كاع حميد هذيك شمر داخل الرحم اثن ولا ذاك شغل يتوزع شغل ذا الغرس نص صح مارث بقرة الزريعة وكساراكي النحر لا فوتو تاي ضا حميد صورة بارك الله فيك ذاك باش هكدي يوري اليامات ميت كشم مثلا يكشم مليح ذاك الحقر 8 ايام 9 ايام 10 ايام 12 يوم 14 يوم ذاك يسمى دو بلي زون بلي يل سو بينيتر هذيك الشمر داخل الجدار الرحم النحل لا فوتو تاي ضا حميد التالية الصورة التالية من فضلك ثورة ذاك يا حميد لا فوتو كيرات سواليض ثاقي سي لا فان ثاقي نبدل نذكر الصورة ادنو غال الغرس ادنو غال الغرس نروح الصورة طيض نوليو لهاد الصورة نروحو للصورة الأخرى ولا الصورة كي ولا ثورة حميد نعم. الصورة كي ولا سي لا فورما كي رايلين سكو ساون اي غير نفك الصورة كي مقبل ثاقي ما يبغى ديو غال كان صح بارك الله فيك ثاقي مثلا حميد ثاقي اللي سكو ساون ما ثاقي مشتاحو معنا ثاقي العلماء في كان المصطلح حقي علاقة اي غير إنك العلاقة كي ذي اللغة العربية سعى ثلاثة المعاني إنك المعنى مزوارو علاقة البيرك دعما تسدود ثنيك تعيشين داخل بومان تسموسو إذا من سي الحيوانات تاقي تاقي لا فورمينس ومن بعد لو دوزيام بوان إن كلمة علاقة يسد ذي تعرض كلكو شوز دو سوسبوندي الحاجة كتوعلق فهمت المعنى لا تروزيام العلاق يسد سي دي سون كواغيلي دي ذمن يكجمدن دونك ذاكي دي التعبير القراني لو كان نروح لا فوتو تاع حميد نيكست وان
نروحوا للسوره الاخرى. اه ترى نحبس داكي نسهمت باللي كلمه علاقه ياكي انولد في كد المعنى الدوده، دوده علاقه البراك، يعني تنك تعيشين كمان في السوق في كد لا فورم. القران يقرد التعبير سما سميت السينونيم، استعرف تسعة طروا سينونيم كلمه علاقه تعبيراكي الا يون تعبير ان كيلك شوز دو سيسبوندي. ثورا ما نولي ذاكي حميد مرد فاز زريعة ند فار فراكا كيسي لي تيريس اتقيم سوا علق الرحم رجيت دار الرحم دونك تسوالي سوا علق ومام طمرت سوالي ذاكا كيتيني ذا الحاجة دي سونك واكيلي دي ذا منك جمدن مرد سوالي ذاكا دي ذا منك تزكوات تشي ريح تزكوات تعلق. دونك كلمة علاقة ذا شوت المعنى ينس يعني اتسواري شغل تبع واش ني الدود انك تعيشين داخل بو ما انك دفانك ني ومام طوند الحاجه كتوا علقن ومام طوند الحاجه اذا من يتواجه مذن تسمى سون كوا كيلي لا سون سيت انك تعيشين كومان ومام طون كلك شوز دو سيسبونتي ذا قد يقرا رسول صلى الله عليه وسلم اوتيتو جوامع الكلم يون بوال يعبر في كلش. دونك تي بو با تروفي دون زون اوتر لونغ ان مو راه يعبرنا في ثلاثه الحالات كيث مورثوره ذاكي قداها شي لكن ولا لي زي طباكي العلاقه ام كي تفان نوك لي فورم القران يعبر في لي طباكي سيون والو معنى ماني هكدا مال الحق لا بيريود داكي هكدينا لا فاز 140 لا فاز 30 لا فاز ا ذا شوت من مال ديني العلاقه فزري ظن دي الحق لو ديفلوبمون. بارك الله فيك محمد هذه السمحة ادنو غالا على كل حال مازال نوفا نورات كفيرة بغا كان هذا ونديني غو كادي اذا غادي تولين انت كادي اذا غادي تولين قيمتي ذنا غنروح سي بدا مشطوح ودنو غال غروان. وقادي ذا دي توالين تي قادي ذا دي توالين سلام ربي ذا مقران في اللون أزول في اللون مرحبا يسون النوفا نغثي السنات يعني نحري شو السن نكونين ليد نهدر فم ذان أمك إثي رب العالمين يعني أمك إقليت بالديل ذي ثابوت قماس أرمي ذا سمي ديلول إلولد ديرك صلاة ضميس إلولد ميل ذا ذرقاز ذرقاز ما تسمطوث تسمطوث ناون دا كود ناغ مثنا محمد دا قذي الستيديو إجلان بشكل إذا ديس فهم لزي تاباقين الأطوار أجين الجنين يعني بوسمين غاريلين الصبيان دي ثابوت قماس أرمس مارس يكتب ربين أديلول ثيكل تيسنا ثاسيني غي قما محمد مرحبا يسك محمد نلا محمد لينا نهضرها في العلاقة لينا نهضرها في يعني اسم العلاقة يسيف كالقرآن يعني جيون يسم الور كو الغرب يعني اسم ماكين يسيزند يعني ذين ذين تاج بن السكسي مي كيون يسم يسفهمد اين قال نير كلي. نعم ادنو على العلاقه كي لو كان ادنو انا اللي فوطوني حميد لو كان نوليو للصور اللي الاخرين هذوك
مقبل بيفور مقبل هادي من فضلك قبلها بإذن العلاقة مقل تعبير القرآن كمثنا حميد باش نولي باش مرنكفو العلاقة كي نفكاد دمك مصطلح العلاقة كي عبر دفليزي طبقي عندما توليض الجنينة كي وريت خدمة وريت وعلق وممطون ذي ذمني كي جمذن وممطون لا فورم نيش والله فورم لا سونسيس كوساونكا نعم توليضوك الحالة كي ذيكون ذيوت الكلمة دادي عبروك القرآن ولكن تلا الحاجة زيادة ملكيني ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة ومن بعد كيني فخلقنا العلقة مضغة أي غارق يستعمل ذا قيد الآية ثقي شد تسيسن كلمة ثم ومن بعد إند ثم خلقنا النطفة علقة ومن بعد ما ردوا غلا المضغة إند فخلقنا العلقة مضغة أي غار ذاقي ثم أي غرفة لأن من مرحلة النطفة إلى مرحلة العلقة أتظل المدة ثم ذي اللغة العربية كيني تفيد الترتيب والتراخي يعني الفارونجي لي زيتاب يوم مطون الوقت مقار ومن بعد تغل فخلقنا العلاقة مضغة كلمة لمونينا الحرف النين الفاء إنك تفيد الترتيب اسمه لوردر أو مطون السرعة تفيد السرعة. الترتيب والسرعة حرف الفاء دونك إيغار مرن فيريفي سي مرحلة النطفة العلاقة نصف 17 يوم ومن بعد مرد الحق فخلقنا العلاقة مضغة تطف واحد ثلاث ايام كانك مثلا حميد دونك مم الفاءنا ثم ذك مكاني سنحل فوتو ثياض صورة تالي بارك الله فيك وقيت الحق در مرحلة المضغة اسمي ثني الدكتور ني كيت موري توسن وقي سي كندا انت سيت ان بروفيسور دي لا بيولوجي ومام طون يغراف خلق الانسان الضمن قرنص لومبريولوجي علم الاجنه استعرفت انت ميك خدم الدراسه تاعي ميك في مرحله النطفه ولا نطفه الرجل نطفه المراه ولا نطفه الامشاج المصطلح حقي كنت في الدلاله ميك ذا القران يهضر ده في تاريخ علم الاجنه باللي نزرى استثث الله سبحانه وتعالى باللي بنادم يتوا خلقت سماء الرجل ماء المرأة ماشي حاشا الرجل وحدس نامكي اللي تخمي منا ثمطوت وحدس دونك سي لا كومبينيزون دي دو اتعديوك مرحلة النطفة اد الحقر مرحلة العلاقة نديد نفكن مصطلح العلاقة سيون وهو اللي جمع دوك المراحل كي المصطلح يقول لنا مكاني سمك ذي الآية قالت وليد الله سبحانه وتعالى يربط سي المرحلة المرحلة إلا تيليزي إلا تيليزي أولا قين ثم إكذفا باش توليد باللي ثم يفيد الترتيب والتراخي يعني أكي يخدم اللورد وممطون أدي أول شيء لابريود اللي توسعنا فا اللورد باللي لابريود اللي مشطوحد الحقن ده هضرنا في المضغة إننا الناس أشو الله ديفينيسيون المضغة كي ناس من اللحية اسمها اللغوية اصطلاح الكلمة كي الناس شيء لاكته الأسلة نعين الحاجة أندث عبص في اللاسكي ثغمس بنادم جند لي زون برانت ومن بعد جبت عند شغلي باتا موديل كي خمس لي زون برانت بوسميت ثغمس ثغمس نعم بنادم ورانا الناس قال لا ديفينيسيون مضغة الناس دوكي قال لنا ذي الصورة بسميت اللومبريون ذي المرحلة كي مرث الحوماتك في مرحلة العلاقة رابيدمون أد نكشم ذي مرحلة المضغة اللي تفسير نسنا المعنى نس شيء لاكته الأسنان عن الحاجة إذ خدم في فلاس لومبرنت بسميت تغمس قارن تغمس بنادم دونك اتولي سيتي نبوشي شركه كي شغل لومبرنت تغمس قلنا نعم. في المضغه كي ومن بعد دي فوا تلا الايه كيني مضغه مخلقه وغير مخلقه اي غير مخلقه وغير ما خطر اتفض لي بورجون خراب سميت الحوايج دي المضغني هكا ديما نسن
باش هذه اللي ندير الفيتور لومبريونون سي سي دي تيسي لا لو تيسي نيرفو سما شغل لو تيسي ايلين الاوريجين تيسي نيرفو التيسي ميسكولير التيسي سونغان دونك اللات مخلقه اي سون بري باش تدينا ديفيرونسينا تسفان لي سيلول بور التيسي بروشان وغير مخلقه مازال الوقت يعني لو تيسي ني بور سي ديفيرونسي الى قد يشم دي لي زيتاب دي تسن دونك المضغه حقر الدرجة عند تسعو لي بورجون خير الحوايج راه كيني منسن بول ديفلوبمون الانسان خير الى قسن الوقت دونك سي بور سا اد نحكو في البورجون كي المخلق دي مرحلة المضغة اي غير الله سبحانه وتعالى يزوار ديناك فخلقنا المضغة عظاما ومن بعد دينا فكسونا الاخر ودينا فخلقنا المضغة لحمة اي غير ودي زوار راسو كسوم يزوارد سل عظام ثورا نوحر لا فوتو تاع الله حميد الصوره التاليه نطلع لك ذاكي اللي حقد بوستيريور اباندج باندك ذاكي دي وريك في فاس نفيق جيرنا في بنادم اي غر سميث العظام اكزكورنا حميد ذاكي ذي الخلق الله سبحانه وتعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير انا نض فخلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما يروح اللي طب للعظام لان لو تيسي ذاك الدومين ليستولوجي وكذا يقارن لي تيسي لي سيلي بنادم زران باللي العبد ما دي توخلق لو تيسي مزوارو هادي فغن باش هادي يسقم بنادم ماكي باش هادي سيف كلاستيريكتيكس لاستيريكتيرينس سي لو تيسي بارون شيماتوس قارن دوا كي دي تسكن لوريجين اغسان بنادم دونك الخلايا راه يفدون باش يخدم البنادم ماكي الخلايا اغسان كماتنا حميد ومن بعد اوتوماتيكيني فكسونا العظام لحمه سي اون اوبيراسيون رابيد داغن اندا لو تيسيني راه يفك لوريجين غسان بنادم يفدا ومن بعد كاين هذا يفدا الكساء باللحم هذا ياس لو تيسي راه يخدم من راه يغم منك سميث يغسان ني ذا المرحله بوكسوم ذا المرحله للحم ومن بعد ما راه يقعد بنادم مني سلتيسي غساني سلتيسي بوكسوم نخدم دون زين اوتر ايطاب ثورا نروح اللي طاب بوكسوم ثقي اغسل مكره في ذون لا فورماسيون دي ما لي مومبر تو سا نعم الصوره التاليه من فضلك تلقي الصوره مي قاعد بنادم هناك دو ارتيكولار اند سكوليتال سيستمز ومام طون ما راه يقعد السكوليتو كن بنادم مني ذاك الحاجة دورنس قوساون ام خيري لي اوغوموس اللحم ام كلو تيسي كي الاوريجين دي ديسي ميسكولير هادي فدو لي سيلول الخلايا كانك باش بنادم النادي قاعد دونك تفدو لا كاركاس النس العظام ثم ديس ثوغومي سوكسوم ومن بعد ما ريسقع ذاك كيما نس هادي لي زاد واحد 12 سمانات كان حميد دي فوا ديسا دو سومان يقعد مشطوح سنتيمتر كيك سنتيمتر كا ومن بعد توحد الله سبحانه وتعالى اش ولد ياسنوك سيد فيراكي يسمى لاس مرحلة النشأة اي غارس يسمى مرحلة النشأة كيني فكسونا العظام لحمة ثم كذا غنو دينا فا اي غارو دينا فا باسكو سي تان بروسيس يتسطف الوقت يغسانك ثم هذه سقع ذمنك لكني ثم انشاناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ومن بعد ربي انشاناه النحر صوره طيب لوتر ايماج صوره التاليه شكرا تاكيم كي قدنا حميد مو قلت ثوره كومباريك ما وكسر تيكاكي سمانه 12 سمانه ذاكي 38 سمان زعما ذاكي لا فان ما ردي فاغ لو بيبي دونك مي خدمنا كينيك سلحساب ما رايف داك ني بار اكزومبل ما رايف دو مشطوح ذاك فيرتيليزيشن ايج ان ويكس زعما الخلق البنادم 6 سمانات 12 سمانات 16 سمانات 20 سمانات 24 28 ولكن الحكمه ذاك سما ناس هيومن ديفلوبمنت ديفلوبمنت سي تان ديفلوبمون النشأة كلمة نشأة في القرآن يعني شغل أم كي كينا إل سي ديفلوبي رابيدمون شغل نما بسرعة
نشأ بسرعة. نعم. شغل أن ديفلوبمون ترو رابيد سي بور سا يسيفك ثم أنشأناه النشأة كي ذا حرك ذا النمو السريع. يعني صغر. النمو السريع. دونك تشيني مرات كومباري سي صنات سمانات 38 سمانة أمك الخلقة قالت سوالي ذاك مشطوح مليح مليح عرض داخلو عبوض قماس ومن بعد أبريل دو سمان ني أذي في الدل سيونو في الدل عجيب هذه يوم غور سما ما تخذ مضلا بروبورسيون لحسب أكي روح سي بورساينك القرآن مم العالم ني سي بورساينك أولا قلنا المرحلة دي فكا نشأة أي مرحلة الديفلوبمون كيش تسمين ذاغنيني إنك ذا المرحلة كي لان أفتر ابري دو سومان امي دل 38 سومان المرحله كي سي المرحله ديفلوبمون كني سي بور سا القران اسمها مرحله النشاه ثم انشاناه خلقا اخر ذا الخلق ويض فتبارك الله احسن الخالقين. محمد انك اكيد تسقسي من مين غريف ذو الخلق كي دي ثابوت كماس هذه تحريك يعني إذا شو نسمعنا ذاكين أري بدو أذي تحريك وذي بدو ذيك الروح وذي بدو يعني قضية الروح مثلا حميد لنزيك مرد لغر ضريون الحادث عندي ديها الضر كين يجمعوا الخلق في بطن أمه 40 يوم من نطفة ثم يكون مثل ذلك علقة 40 يوم ثم مثل ذلك 40 يوم من مرحلة العلقة كين ثم يرسل الله ملك فينفخ فيه الروح لنزك ترمو في المعنى الحديثة كي لن تخمي من باللي النطفة 40 يوم العلقة 40 يوم المضغة 40 يوم خذ من لاديسيون كي 40 زائد 40 زائد 40 تسمى 120 يوم أدياس الملك ينفخ الروح سي فو أخطر من الناحية العلمية مرحلة العلاقة ماشي 40 يوم مرحلة المضغة ماشي 40 يوم ومرحلة المضغة ماشي 40 يوم هيني نخدم الحساب 40 زائد 40 120 يوم 120 يوم 4 موا انت تميديو ساز زمال كان يقول العالم مختص ذي اللغة انك 40 كي يعني جمع الخلق النطفة تجوا ذي المرحلة يتجوج مع عندي 40 العلقة ذي المرحلة يتجوج مع عندي 40 المضغة ذي المرحلة يتجوج مع عندي 40 اي النطفة نا العلاقة نغ المضغة إلا قد عديت سي 40 كي خاطر للحديث وهذا ديالنا ذاك نطر ميراكل نهضر في الحديث كي مايل الوقت حميد لكن إذا مر بالنطفة ثنتاني وأربعين ليلة بعث الله لها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال ربي أذكرا أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ذا قيمة سغل الملك دي سقسي الله سبحانه وتعالى ما ذكرنا أنثى وقيد الحديث ويط ولكن باش مر نروح الحديث الأربعين كي ونسخلا ضارة خطرين إذا مر بالنطفة ثنتاني وأربعين ليلة أي دستك المراحل مرحلة العلقة ومرحلة المضغة ومرحلة التصوير ومرحلة السمع والبصر والجلد واللحم والعظم دونك كم كان قبل نكوني باللي مرحلة النطفة 49 يوم دونك الزمن كان يقول العالم يسد الناس باللي 40 كي ماشي 40 زائد 40 زائد 40 40 يوث عند دي تجوج معوك الخلق النطفة العلاقة المضغة ومن بعد الله سبحانه وتعالى ينفخ الروح ف سين مرحلة يجي أتي لي لاكتيفيتي الإنسان سين سين الأربعين يجي أبر لي 40 جور يجي بنادم أدي فدوس ما أدي 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 بارك الله فيك محمد محمد كيف هذاك ديني القرآن يهضر فنش ثقين شحال القرون يجي نعم والعلم من مين كي جيني دات في كذا ببريون دات من مين يقبض على سنشتاي داكسي او 1883 1883 الحقن زران باللي وقي يون العالم قرنس فان بينيدن سما ذا العالم ذا الدومين كي بوس مثل ليستولوجي ومام طون ليتيد دي تيسيو ولن باللي ils ont analysé l'amen burgaz wanan belli le spermatozoïde ou ils ont analysé asmit le liquide de la femme l'endan lahqan fahmen belli la femme
سعال البويضة سعال لوفيلاكي دونك لحقنا فهمنا باللي العفدة قد يتصفغن يتصفغت سيلي سبرماتويز بمدناكي ومام طون لوفيل تمتوتاكي اي غراحة ميد نناد باللي ومي لدسات يام سياكل سي ليفن هو كي دي الميكروسكوب نيد نورا مش طاحا كي نولا دام زوارو ومن بعد دو فيرا ميزور كل ما الحونا رزداد لا تكنولوجيا تحد دقائق يبانو سي بور الله سبحانه وتعالى يوعد دينك وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها لن أتصل لسكري ذي القرآن وفيرا ميزور أكيني لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون شاك انفورماسيون إلا أن ربير فيكس دون لو طون إي فوز ألي سافوار نقولي ثورا من قرض القرآن حميد أتغرض المعلومة في الجن ثكا أتغرض المعلومة في جهنم أتغرض وك المعلومه ثقي ولكن حميد من مثولي ذا لا فيريتي لا فيريتي دا سول اوبسيرفاسيون سي بور سا المعلومه كي هضر ربي سبحانه وتعالى داك السيد القران كيني وثيقه وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمر حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ما راكش من هذا ولينا خاطي ومن بعد مي ولينا شو درنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا من الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين دونك جاءت الحقيقه يساد وعد الحق يساد لور دو لوبسيرفاسيون سي بور سا ميم ديال القران سقسين دار الرسول صلى الله عليه وسلم افكار اللي فيريتي خير اللي فاكت وتنفهمنا انا فين شو تبوالاكي تنزيد الآية سيني وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله أي سكد فمس الحجة سالحجة سعمار العلم في اللاس ولكن تفسيري نس أدياس سالمشاهدات سواليم سيبور ربي ناد وقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها مازال التصل لسكري مازال التصل عجائب ماشي خلق غير خلق الإنسان يقولون التص التص ونا غرن ونا 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 راي غرن والله ما يحب سارة حميد نعم. الآية ثك أثنت والي تسيمش تحت ولكن السكر قد فكين ما تكش مضي الغموق وتصفع ضارة محمد ولا ثبوض ثبوضنا تكثف قرنس this is the truth يعني وقين الحقيقة يعني ذي الصح فشو ده درت كثقين محمد تكي باسيت كان حميد وقت خدميت هيئة الإعجاز العلمي the Commission on Scientific Facts and Science in القرآن والسنة يعني الآيات العلمية في القرآن والسنة وقت الانترفيو سناثيس كان ذي الكاميرا قرزان إنه الحق نعم فسكنين غثي دي سناث وقت سيسا لا فيريتي وقت عند بلزور صافون نعم مي روحنا الغرس نضل ضمن لا جيولوجي الدومين دو لاستروفيزيك يعني عندنا لي زيتوال لا كرياسيون دو لونيفير لو بيغ بانغ يعني عندنا لوسيانوغرافي اشو دو سنوك ديال القران نروح لبوناس لي فيريتي كي سرسنا زند سما لي دوني سيونتيفيك سرسنا زند نحوج تسقي حميد الصوره كي في كنا زندوكا سميث ناس امبوسيبل اولا كي هذه اللي ذاول بنادم يعني ماشي حشاوت الحاجه فاهم دوكيك دني غسقسان د قريش سميتو صاصون من الناس في كندا لي بروفينيك عيسى يبرئ الاكمى والابرص نعم. ويحيي الموتى باذن الله نعم. موسى عليه السلام تحدى السحارة نعم. الى ديفي لي ماجيسيان لي وقالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول ولا من نلقى قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى كيني فاوجس في نفسه خيفه موسى فقلنا لا تخف إنك الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنع إنما صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى دونك الرسول صلى الله عليه وسلم إنك أن الناس وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآية عند الله إنما أنا نذير مبين إن كني ذنذير بوند لافيريتي أسيني أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب وقد صح يتلى عليهم إن في ذلك لآية لميراك لثنان تكتب ثقي نعم. ما هو هذا الكتاب ذا إن هو إلا ذكر للعالمين ولا تعلمون نبأه بعد حين
Et il y a beaucoup d'informations et chaque information aura son, sa vérité assise dans un repère fixe du temps à des loukhtines. Alors, quand on a sorti un indice, la Norvani, اللي في تيسي مش تاعنا. لو كان نوليو للصورة هذيك بارك الله فيك. هذاك ميد سقسى هذاك مثلا حميد اين يعني النطفة اللي ميد نهضرها في 40 يوم توسا. اش هي السؤال هذاك يا حميد؟ لا تولي غا وكين الصبيان الانسان. ايفاند بلي الانسان. وكي ايفاند الانسان وكاع كيد الحيوان تولي مزور. وكي خرفي وكي سميت الطياز. وكي الطير وكي لهني يا حميد نسعى لي ماجاكي فهمت؟ نعم نسعى لي ماجاكي الطيره كي تسلي ماجي نس انسر انسر ارسل تناش ادريني سنه سمانه ثلاثه اربعه خمسه سمانه ذاكي لي زي ماجاكي كل يوم كسلي ماجي نس نعم ثنا لي ماجي بنادم ولكن مرات ولات تزور مرك دينا عندات بنادم ذي لي ماجي تمزور و تيسين طاره ها سبحان الله لا سانكيام سومان نعم ما تقدرش تعرف هذا الحق مرحلة الموضة وزمر دار ولكن من مراد ياس بنادم ذ بنادم وكيد الاعجاز ما من علماء الضمانة كي قاري حاشا ما عدات ست سمان 42 جور سبحانك الله 6 سومان 7 فوا 6 42 كل يوم دفن لا فورمينس ذا كينك اذا مر بالنطفة 42 ليلة 42 سميث بعث الله إليها ملكا فصورها أتي صورها في تصوير الآدمي دونك تصوير الآدمي حاشا ما عدت لي سي سومان وكيد الإعجاز حميد العلماء في دينان وكيد يخدم الضمانة كيد وكيد مامي الدين ما يخدم الناس ميت الناس ما من المال بنادم هذه بدو تصوير الحقيقة تاع عقل بنادم الناس إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا ربيش ديش اللاعب ملك فصورها من بعد وخلق سمعها اتفذو لا فورماسيون اناتوميك حميد نعم. سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ومن بعد الحق على ديتيرميناسيون دي سكس اسكو دا شوث ذا قشيش نا تقرور ذا الملك راه قررنا سيني فاكيني فقال ربي اذكرا ام انثى الملك دي سقسي ربي ذي لا فورم ماشي ترى ذقشيش نا تقشيش اكيني فيقضي ربك ما شاء ولكن دا شو تسقسينا سيدنا حميد يا هل طار الملك يزرب اللي اقشيش اكي اسميت يخدم الله سبحانه تعالى ذي البروغرام بلدي فا تقشيش نا ذقشيش دي مرحلة النطفة هل يزر الملك اكي وقزرار تجي من مراحل الغيب عند الانسان يزمى ذيك شم من الملك يزمى ذيك شم نولى ذاكي عدنت 42 جور 42 ليلة كشمد الملك يزرى خطر ربي سيني ادي قدر ذاكرنا انثى فيقضي ربك ما شاء ادي زي الملك ولكن علم الانسان ادياس بعد علم الملك وثاكي سما الحاجة كوسنن نزمر اد نسفهم الحاجة ياكي بروفونديمون ذي تغي من ثي هذاك مثلا حميد ماشي ذي وث الحاجة الساقين بويتسيت كان ذا سمس حكا جينيرال يعني الساقين هضر بكن باللي لا كلاسيفيكاسيون كورانيك دابري لي سافون سي لا مير كلاسيفيكاسيون دو لامبريولوجي بارك الله فيك محمد وكادي اذا غادي توالين تي كادي اذا غادي توالين هذا خصها محمد همان عند الوقت اول ذيني ديناك مثلا محمد ديناك ماشي ذكيوث يعني النوفا إكزمار إذا غادي تفهم يعني أمكي كتي الصبيان الصبيان دي تابوت قماس يعني أمكي كتبديل سي المرحلة على المرحلة ثانيين أرمد اسمارك رب العالمين أديلال دونك ماشي ديوث النوفا إكزمار إذا غادي تفهم ولكن إن شاء الله إن شاء الله هاد نغالب بعض كيبو سارسان شتاكي ذي النوفا ثانيين نكوني سمانة يدي هدون إن شاء الله يعني نسن ثلاثة يدي هدون إن شاء الله نسان نوفا يدون ثاظنين قوين يانان ثموسنين ذبري الإيمان أذون ديني راجو ثانا إيوسن ثلاثة يدي هدون إن شاء الله سياري ميرن أذون ديني غن كيني سيجين حميد أكد محمد أذون ديني نسيل ستيديو صح الفضور نون ونتجاو كن ديسلام ربي وبقوا على خير.